أضيئت أنوار المسرح الروماني بمدرجاته ذات الصفوف التي تقترب من 13 صفا، معلنة بدء فعاليات مهرجان الصيف الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في المسرح الروماني للعام الثالث على التوالي في أحضان المبنى الذي أقيم في القرن الرابع الميلادي. عندنا خطة طموحة يمكن بدأناها كمان امبارح الحقيقة من خلال المسرح، مسرح المواجهة بدأ في بني سويف، وعنده يعني لمدة 3 أشهر بيجول في محافظات مصر كلها. مهم جدا جدا الحوار المجتمعي اللي بيحصل ما بين المصريين وما بين الفن، احنا بنقدر نوصل له من خلال تواجدنا في وسطهم في الشارع. السنة دي احنا مقدمين فرق شبابية جديدة، عندنا 8 ليالي جمال جدا، نبدأها النهاردة إن شاء الله بفريق أيامنا الحلوة، وعندنا عدة فرق شبابية زي فرقة مسار إجباري، بلاك تيما، وسط البلد، النفيخة، عندنا نجوم زي مدحت صالح وتامر عاشور، عندنا مجموعة مميزة السنة دي إن شاء الله تحوز إعجاب الجمهور. الإحصائيات بتقول إن الحمد لله البيع كويس جدا جدا. جاءت الفعاليات لتؤكد أن افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي للفترة من 22 من يوليو حتى 29 منه ليضم عروضا غنائية تناسب جميع الأعمار وترضي كل الأذواق. وجاء الافتتاح بفرقة أيامنا الحلوة ليجدوا المطربون بأعذب الأغاني من الزمن الجميل. احنا بقالنا 3 سنين، كانت اخر حفله لينا في المسرح الروماني كانت من 3 سنين، فحاجه حلوه بالنسبه لنا طبعا ان احنا نفتتح المهرجان. دكتوره ايناس طبعا سبورت لينا جدا وبتحبنا قوي، دي حاجه احنا مبسوطين بيها الحمد لله. جمهور اسكندريه يخوف يعني، واحنا جايين بنبقى دايما عارفين ان الناس اللي بتسمع اسكندرانيه سميعه جدا جدا جدا، وحفلاتهم بتبقى خطر يعني، لو بيعرفوا الفرقه اللي قدامهم نص نص ولا لا. انا طبعا مش مطرب، انا بغني الاغاني اللي غنوها الممثلين بتاع زمان يعني، نجاح الموجي، شكوكو، استاذ سمير غانم، عم فؤاد المهندس، الحاجات اللي هي اللايت اللطيفه دي، لان طبعا في الفرقه مطربين عتاوله، لكن انا مؤدي، اعتقد ان انا مؤدي شاطر زي ما بيقولوا، وانا سعيد جدا بوجودي في كيان زي ايامنا الحلوه. تجربه لطيفه بالنسبه لي، انا حاببها جدا، بلس ان انا ممثل فتحت لي حاجات في دماغي لطيفه جدا انا حاببها وحابب وجودي وسط جمهور اسكندريه. اما الجمهور فقد اعطى نموذجا حيا للتميز والرقي. انا مبسوطه ان انا بحضر حفله في المسرح الروماني بالذات، لانه مسرح له عشق خاص عندي، لانه حاجه اثريه عظيمه جدا. فكره ان هو المفتوح لا في طاقه وفي حماس جدا، ومع الاغاني بتاعتهم لا مدينا كده روح حلوه احسن من كان المقفول، لا بنتنطط براحتنا، بنغني براحتنا، نرقص براحتنا، لا في اختلاف طبعا اكيد.